شد سيفون. ايه ده؟ ألف سلامة. تعال تعال تعال. الحمد لله على السلامة وأسفين على الرخامة. الفكرة إنه ليه الناس ساكتة؟ هو ليه أنا أتأذي؟ يعني فكرة لا أنا متدمرة، أنا بكلمك وأنا دراعي مش قادر أحركه من مكانه. أنا بصي أنا عاملة إزاي؟ المفروض أنا لابسة أبقى عاملة كبيرة في رجلي، ومفروض أبقى رابطة دراعي ويبقى عامل كده لمدة شهرين. وده بتقارير، ده تقارير طبية، ثلاث دكاترة منهم واحد إنجليزي واثنين هنا في مصر. فيعني لا الموضوع ما ينفعش. بصي برامج المقالب دي متاحة وعادي ومبررة، مفيش مشكلة، بس ليه تأذيني؟ يعني أنت ليه تأذيني؟ ليه الناس كتير قوي تتأذي؟ يعني الناس كتير جدا اتأذت. لا 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 لا، ايوه اجري يا بيبي، برافو عليك على الهادي، اجري يا بيبي، برافو عليك. هوب هوب هوب. بس مفيش اي مبرر يخلي حد يأذي حد لمجرد ان هو يطلع ويشتهر ويعمل نجاحات ومشاهدات على حساب صحة الناس، لان صحتك كنز مفيش اغلى منها على فكرة. وايا كان انه يتقال مثلا انت لا كنت عارفه المقلب او مضيتي على ورقه انك انت موافقه على الملابسات، ملابسات ايه؟ هو انت حضرتك في حد بيمضي على انه يتكسر؟ في حد بيمضي على انه يعرض حياته للخطر؟ يعرض صحته للخطر؟ يبقى عنده مشكله كبيره ممكن تكون ملهاش علاج بعد كده. ايه يسويها؟ تتقدر بايه ولا بملايين الدنيا؟ او ماي جاد جماعه، مفيش اكسجين.